أسعد ضيعة ضايعة وفياض الخربة، مين أجحش كاركتر بالدراما السورية؟ خلينا نشوف. فكر عمهله. أنا الصراحة مستصعب المقارنة، لأنه أسعد مش يعني قلبه طيب مش هبيلة. هلا اللي قلبه طيب صار هبيلة. أسعد قلبه ما طيب هبيلة، قلبه طيب هبيلة. طيب هيك الله خلقه هبيلة. خلص، بما أنه مرته بديعة اعترفت أنه هبيلة، خلينا نكمل مقارنة. أنا كل يوم بس حال بارود على شي حدا يعني، بس يعني ما بقوص لأنه ما بكون ذاكرك أصلا. هون لما اتهموا أسعد أنه هو اللي قتلوا لعادل. يا سيدي واتلاك علينا حق عند الخان ما قوصنا، هل أنا هيك مش أصلاً قوة معقولة؟ مشان ينجي حاله اعترف أنه باقي يهرب دخان. برغي يعني بلعب طعمة وبلا طعمة هيك أنا؟ حاول أسعد يبرر أنه عم يعني بيلعب طعمة وبلا طعمة. يا سيدي أنا لو بديت العادل كنت قتلته من زمان، من وقت قصة أبوك المسكين علي ما علي يا سيدي وحياة المحبة، بيعني أرض لجودة بتراب مصاري تحت راسه، شو رأيك؟ شو أنا أبوك المسكين ولا؟ أنا أبوك المسكين سيدي. هون أسعد بحلقة جريمة غامضة أثبت أنه الآي كيو تبعه ناقص 17. غريب المثل، كأني مش سامع فيه قبل. هذا مش هو المثل، هذا معناته للمثل، المثل فيه كم كلمة قليلة الشرف بينطلش يعني. يعني بيسأل عن المثل وسمعان وشوشو إياه. شيك ولا حيوان؟ لعم أقل شرفك يا زلمي، عم نقول لك عن المثل اجي حشش. يا ريت تحفر لي محل الماسورة مشان تكون حفرت بعيدة، وقت ما فيك تغمق غمق لحتى أشوف لاني مختص منها. ماشي بدي انزل لسابع عرض منيح انزل. يلا مستنزراه. اللي حاضر ضيعة ضيعة بيعرف انه أسعد بيطبق المثل الحرفي، ادفشني وشوف ما اجحشني، وهالحكي هذا مش من عندي، انزلوا شوفوا المصادر تحت. عمي أنا بتعمشق إذا بدك، أنا شنتين بيهموش ولا عموي. هون فياض مستعد يعمل أي شيء مشان يرضى عليه عمه كبير العيلة، هذا مرضي مرضي. عفا عليك، تكل على الله. بعدها الرسمي. حرام تحكيش عن فياض هيك. بس الجحشنة طلع كبير العيلة ما بينش معه المليح. تبقى فرش من هون ها؟ عمي شوف ساوي أنا هسه؟ ايش فكر انت سرقة الكهرباء؟ بدهاش غير واحد يتعمشق على العمود؟ ما بدك شريط تسرق فيه كهرباء؟ عمي يعني بضلني هون؟ شو صار عليك؟ لا مش صاير شيء. شوف شو ايش؟ حط واحد بشريط فوقاني وواحد بشريط تحتاني، مش اثنين هم نفس الشريط؟ فلت فلت هسه بتموت فلت مش عم يفلتني. فياض حتى وهو بتكهرب دمه خفيف مش عم بتفلتني. هاي آخرة اللي برد على كبير العيلة. لكي أول حرف إس، لا وكمان فابي اسمه حرف إل. أي لا أنت أكيد مخاوية، لكن مو إلى الحدا. هون بديعة بتطبق نسرين طافش لأخوها سلانجو، بس لازم أسعد يعجق له شوي. وفهنا أم كمان بالأخير بدك أكثر منك. بدون تعليق حركات سلانجو بتورجيكو قديش أسعد عفس، بيقول بعقله يقطع الجحش وعيشته. الحكي قدامي بغير هالظرف لكنت كسرت لك العصاية عراس، مش نعمل مشكلة جديد. ياض راجع من عند الأستاذ صياح وبيحاول يهدي النفوس. عمي لو تسمع كل الحكي اللي قالوا ما كنتش قلتش علي يا صياح، كان غط على قلبك. مثل ما قلت لكم الآي كيو بيلعب دور كبير، الزلمة عم بيحاول يهدي النفوس. اب نمزح ولو بنت عمي ما قال شي، اب نخرط يعني. هون حاول يبرر الموقف شوي. طولي بالك شفتو فياض عم يمزح، هو فياض بيحكي عن جحشني صياح ما قال شي. ديروا بالك تفكروا هيك ولا هيك، بيت ابو خبيث والخسروف مو من لعب معهول. الخطوة الاولى فضح اسماء عيلاتهم. كل عمى بعيونك ما تجحشك. جودي حاول ينبهو. شو ما في غير أسعد جودي من بيت أبو خميس وخشوف يعني عودة. قولات جودي ترى في كثير. ترى في كثير ها، بس إذا بتدور في سند والهند أجحش منك ما بتلاقي. إذا مش كل شيء تعملوا لي فياض أجحش واحد ببيت مقعقور وبينقطع أجحش. أني؟ مثلا بس أني أبخبي مشان أقصر الشرف مش جحشني. بهالمشهد أثبت فياض أو محمد حداقي إنه مثل الدور بقوة شديدة، هو بخبي مشان يقصر الشر. الصراحة مش شايف فيه هالمشهد جحشني، يعني وإذا ورط حاله ورط جودي بجريمة شروع بالقتل عادي. نحن أنا وعمي بقر ناخذ حقنا بإيدنا يا طلبيط.
أنا وعمي بقر كل ما أشوف فالمشهد بضحك. أكبر راسي بيطلع بوجهه، بتعفسه كف بنص موز وبتجقمه جقم بتطير الصواب من راسه. هون أبو شملة بينصح أسعد شو يعمل مشان يصير زلمه وكل الناس تحترمه. أكبر راسي بيطلع بوجهه، بتعفسه كف بنص موز وبتجقمه جقم بتطير الصواب من راسه. هون أسعد أثبت لنا بالدليل القاطع إنه قلبه طيب مش جحش. لا عن جحشانية ما بقصده. مظبوط ما قصدي عن جحشانية، أنت جحشانية. أنا معاني حمار وابني حمار وبي حمار بطل وربيح كل يوم. ما قصدي كمان عن جحشانية هاي. إن كان الرائع محمد حداقي وإن كان الراحل نضال سيجري، الصراحة الاثنين أدوا الدور وضحكونا معاهم جدا، وانبسطنا كثير بكل مشهد مثلوه إن كان مسلسل ضيعة ضايعة وإن كان مسلسل الخربة. طبعا مثل ما قلت لكم بالحلقات الماضية، هذا مش نقد علمي أو فني، هذا يعني نقد العوام نقدر نسميه، وفي مصادر تحت انزلوا شوفوها وحطونا لايك كبير. وحبايبنا الشباب وسلام. صحيح إذا بدكم نعمل حلقة عن أكثر كاركتر دمه ثقيل اكتبونا بالتعليقات.